اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح لجنه العفو الرئاسي اللي تم تشكيلها كاحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب اعلنت عن صدور عفو رئاسي عن 30 محبوس على ذمه قضايا بجانب عدد من المحبوسين باحكام نهائيه، من بينهم كان احمد دومه واللي تم حبسه في احداث مجلس الوزراء واتحكم عليه بالسجن لمده 15 سنه ليصبح اجمالي ما تم الافراج عنهم ولغايه دلوقتي اكثر من 1530 شخص. خلينا نعرف تفصيل اكثر عن قرارات العفو الرئاسي. معانا في فقرتنا النهارده كريم السقا، عضو لجنه العفو الرئاسي. صباح الخير عليك يا استاذ كريم. صباح النور. يا اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. في البدايه، شايف ازاي قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالافراج عن هذا العدد في هذه القائمه، سواء بقى المحبوسين على ذمه قضايا او الصادر بحقهم احكام نهائيه، واهميه هذه القرارات في هذا التوقيت؟ طيب، يعني احنا ممكن نشوف المشهد من اكثر من زاويه. الزاويه الاولى ليها علاقه بالتوقيت زي ما حضرتك قلت، فيمكن التوقيت جاي بعد تسليم الامانه العامه للحوار الوطني توصيات النهائيه للسيد الرئيس بأيام قليلة، وده لو بيعكس حاجة بيعكس مدى اهتمام الرئيس بآراء الأطراف المختلفة اللي شاركت في الحوار الوطني، بجانب إن الجدية في التعامل مع التوصيات ومع هذه الآراء واحترامها بشكل كبير، وكمان بيقطع الشك شوية أو حالة التشكيك اللي كانت حاصلة بخصوص هذا الحوار ومدى جديته، بإن في استجابة سريعة، في تنفيذ سريع لأحد أهم المطالب اللي كانت بتطرح في الحوار، وهو الإفراج عن سجناء الرأي ومنهم أحمد دومة. دي بالنسبة للزاوية الأولى. الزاوية الثانية هي فكرة استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرارات بالعفو الرئاسي، وده شوية بيؤكد على أن الدولة عندها إرادة حقيقية لتصفية هذا الملف بشكل كامل. وكمان بيؤكد على فكرة إن احترام الرأي والاختلاف في الرأي، واللي هو أحد أهم دعائم الديمقراطية، بقى سمة أساسية في النظام اللي احنا بنطمح ليه أو الجمهورية الجديدة اللي احنا بنحاول نوصل لها. بالنسبة كمان لفكرة الزاوية الثالثة اللي ممكن نتكلم فيها، هي زاوية التأثير وتأثير هذا القرار في التوقيت اللي حضرتك قلت عليه. يمكن القرارات اللي حصلت امبارح كان ليها تأثير كبير قوي، وكانت مختلفة شوية عن أي قرارات تانية. لوجود بعض الأسماء اللي كان بيطالب بيها أطراف مختلفة، وهنا يمكن التأثير القرارات دي هو إن فعلا بقى في ثقة حقيقية في تقديري دلوقتي من الأطراف اللي كان عندها أزمة ثقة مع الدولة، في إن التعامل أصبح مختلف، في ان رايهم بقى ليه اهميه، وطلباتهم بقت تستجاب بشكل فيه حكمه وفيه منطق، لو هي كانت طلبات منطقيه او قابله للتنفيذ. وهنا شويه بيحط مسؤوليه على الاطراف دي، ان هم يتعاملوا على حجم التقدير اللي هم بيحصلوا عليه، على حجم الاحترام اللي بيتم لرايهم. لازم ده يبقى شيء متبادل. النقطه الاخيره هو فكره تنوع القوائم او التوجه من اللي بيحصل في فكرة إصدار القوائم بهذا الشكل. الحقيقة إن ده فعلا بيؤكد على إن الدولة وقادة سياسية بتبذل مجهود مضاعف الفترة دي علشان تصف هذا الملف بشكل نهائي، وعلشان لا يتم استغلاله من أي أطراف داخلية أو خارجية. ده بالنسبة لسؤال حضرتك عن إزاي شايف القرارات. طيب، خليني أخد من كلام حضرتك ونتكلم عن المطالبات اللي كانت من قبل مختلف القوى السياسية ببعض الأسماء اللي تم بالفعل العفو عنها وعن غيرها في القائمة اللي ضمت امبارح أكثر من 30 اسم. يمكن بعض القوى السياسية كانت بتتكلم عن أسماء بيتم تداولها في الإعلام كتير، أو نجوم في يعني الميديا زي ما بيتقال إذا جاز لنا التعبير، لكن العفو الرئاسي شمل 30 اسم ما هماش كلهم من مشاهير. صحيح. يمكن ده بيبين قد إيه في فعلا حرص على التدقيق في إنهاء هذا الملف، وإن الموضوع لا يخضع بس للأسماء اللي يتم تداولها أو للبروباجندا الإعلامية، ولكن هناك مراجعة حقيقية، هناك مصالحة حقيقية، هناك تعامل حقيقي مع الناس اللي موجودة في الأرض. ده كلام صحيح جدا. والحقيقة لجنة العفو والدولة بتتعامل مع الموضوع على إن الجميع على مسافة واحدة من العفو الرئاسي. كل الملفات بتفحص بدقة،
نتعامل طبقا للقانون وطبقا للدستور. يمكن بعض الأسماء اتأخر خروجها وكانت محطوطة في الترشيح لأسباب ليها علاقة زي أحمد دومة مثلا، لأسباب ليها علاقة بمدى تعقيد القضية قانونيا شوية أو وضعه القانوني، وإن ده كان محتاج وقت لخلخلة الوضع القانوني شوية بحيث إن يشمل العفو أو يقدر ياخد العفو. ده بيحصل مع ناس تانية، يعني في ناس تانية طبعا وضعها القانوني معقد برضو، فده يمكن متأخرين شوية. فإحنا زي ما بقول لحضرتك إحنا مش لجنة مشاهير، إحنا ناس بنشتغل على أي طلب بيجينا بنفس الدرجة ونفس الأهمية اللي بنوليها أي طلب تاني أيا كان الاسم. ما نبصش على الأسماء، إحنا بنبص على الحالة بشكل أكتر، وبندقق بشكل كبير قوي وحريصين بشكل كبير ألا يتسرب أحد ممن يعني ارتكب عنف أو تخريب أو منتمي لأي جماعة إرهابية لقوائم العفو الرئاسي. وده بيخلينا إن إحنا زي ما بقول لحضرتك بناخد وقت في التدقيق وكمان في استطلاع رأي الأجهزة الأمنية وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة في عملية هل يتم ترشيح هذا الاسم العفو الرئاسي أو لا، بغض النظر عن مين الاسم ده. طيب القرار زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي جه بعد أيام من رفع التوصيات النهائية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان دايما المعارضة في الحوار الوطني بتتكلم في هذه النقطة، تقول أقعد معاك إزاي في حوار وطني وأنا عندي مطالب 1 2 3 4. لكن ده بيؤكد زي ما انت قلت انه في البدايه، في بدايه هذا الحوار ما كانش فيه نوع من انواع الثقه ما بين القوى السياسيه الموجوده، ما بين الاحزاب بمختلف انتماءاتها، وطبعا بنتكلم هنا على الاحزاب المعارضه، وما بين الدوله. اعتقد ده بيرد على هذه النقطه، فبقى في نوع من الثقه ما بين هذه الاحزاب وما بين الدوله بسبب هذا الموقف وهذا القرار اللي جاي في توقيت زي ما قلنا ان هو جاي يدوب مباشره بعد هذا الأمر وبعد خروج هذه التوصيات. طبعا يعني هو فعلا الأحزاب، يعني أنا شايف المشهد إن كل يوم بيزداد القرب والتقارب ما بين الدولة والقوى السياسية بجميع أطرافها وتوجهاتها، وده شيء إيجابي. يعني ده شيء أساسي لو إحنا عايزين فعلا نوصل لجمهورية جديدة نعيش فيها بشكل بيحترم الإنسان وبيحترم حقوقه وبيسمح بالاختلاف وتبادل الاراء بشكل ديمقراطي. ومهما كانت كمان المطالبات، لان احنا بنسمع مطالبات من دوليه من اطراف خارج الدول بالافراج يعني عن اشخاص بعينها، فمهما كانت هذه المطالبات ما يؤكد ان مصر دوله ذات سياده طبعا، فهي بتاخد القرار في التوقيت المناسب. لا، مهما كانت بتاخد القرار بناء على المصلحه الوطنيه، ما بتاخدش قرار بناء على اي تدخل او اي ضغوط. وده واضح، ده يمكن اهم سمه في نظام الرئيس السيسي، ان فعلا احنا بنشوف في كل الحاجات حتى الاقتصاديه منها والاجتماعيه الدوله المصريه بتعمل مصلحتها ومصلحه شعبها والمصلحه الوطنيه، ولا تخضع لاي ضغوطات خارجيه، ضغوطات خارجيه او اي توجهات خارجيه او املاءات خارجيه. وهنا ده يمكن في تحديدا في ملف حقوق الانسان في اشاده دوليه حصلت باللي بيحصل في حقوق الانسان، زي ما في ناس شايفه ان في مشكله، ولكن يمكن حقوق الانسان في العالم اصبحت هي الكارت اللي بيتلعب بيه ضد مصالح الدول وضد ارادتها وضد مستقبلها. فلما نلاقي مثلا وزير الخارجيه الامريكي بيشيد بالتطور واللي حصل في حقوق الانسان في مصر وبيشيد بلجنه العفو بانجازاتها، دي حاجه كويسه. ممكن الاقي طرف تاني بيقول لا، بس لازم نبحث ورا الطرف التاني ده ايه مصالحه في ان هو يقول لا، او ان هو شويه يوتر المشهد ويخليه اكثر ضبابيه. لان يعني احنا عرفنا خلاص في العلوم الدوليه والعلاقات ما بين الدول ان العلاقات طول الوقت بتحسب على بناء المصالح، مش على مبادئ واخلاقيات وقيم، ولكن كل دولة بتحاول تحقق مصالحها بأي أساليب هي بتشوفها، والبراجماتية شوية بتحكم يعني العملية. طيب خلينا نقول إن زي ما حضرتك بتقول كده تم الإفراج عن عدد من المحبوسين، خلينا نعرف إيه اللي يخلي أسامي تقدر تتحط علشان تتحط في القائمة، إيه الشروط اللي المفروض توفرها حيث إن الأسماء دي تقدر تتقدم انها تقال انها تحط في لجنه العفو. طيب احنا في الاساس لجنه سياسيه، يعني بنشتغل في القضايا السياسيه بس، ما لناش علاقه بالقضايا الجنائيه او اي قضايا تانية يعني. فلو في اي حد عنده قضيه سياسيه فيقدر يتوجه لجنه العفو.
ثانيا الحد ده ما يكونش تورط في اي عمل عنف او تخريب او منتمي لاي جماعه ارهابيه. فدول الخطين الاحمر يعني او الخط الاحمر الوحيد اللي موجود عندنا في اللجنه. واحنا بنشتغل زي ما قلت لحضرتك على قضايا سياسيه، وكمان بنقدر نشتغل على الغريمين والغريمات. فاي حد عنده الحاله بالشكل ده يقدر يتوجه لجنه العفو. هم اللي بيوصلوا لكم ولا انتم مثلا عندكم قوائم مثلا تقدروا تحصلوا عليها؟ بيوصلوا لنا عن طريق يعني جهات كتيره زي البرلمان ولجنه حقوق الانسان في البرلمان، زي المجلس القومي لحقوق الانسان، زي الرابط الالكتروني اللي تم اطلاقه، زي تنسيقيه شباب الاحزاب او الاحزاب السياسيه بشكل عام، الاعلام بيشاركنا. فاحنا يعني بنتعامل مع جميع الدوله تقريبا علشان نقدر نحل الازمه دي، بجانب طبعا الناس اللي بتوصل لنا بشكل مباشر على تليفوناتنا الشخصيه. يعني الشروط ايه؟ يكون حسن السير والسلوك، يكون قضى فتره من العقوبه، يكون مازال على ذمه القضاء، يعني الشروط ايه اللي واجب توفرها؟ زي ما قلت لحضرتك احنا بنشتغل على الناس اللي خرجت باحكام بته ونهائيه، وبنرشح كمان للجهات الامنيه او الجهات المختصه زي النيابه العامه ووزاره الداخليه من يخضع لسلطه العفو عن طريقهم، لان احنا لو حد محبوس احتياطيا او لسه على ذمه قضيه فده بيخضع للنيابه العامه والنائب العام اللي عاملين مجهود معانا بصراحه رائع جدا، وبتقدم ليهم يعني بكل الشكر والتقدير بصراحه على مجهودهم. وزاره الداخليه نفس الفكره، عندها برضو بعض الاليات اللي تقدر تخليها تفرج عن بعض الناس طبقا للقانون، وبرضه اتوجه ليهم بكل الشكر والتقدير على المجهود اللي قايمين بيه، بجانب طبعا الاحكام البته النهائيه للرئيس الجمهوريه طبقا للدستور بيقدر يفرج عنهم باصدار قرار عفو رئاسي يعني وينشر في الجريده الرسميه، وطبعا كلنا عارفين الاجراءات يعني. طيب استاذ كريم، عايزين نتكلم عن اللجنه بشيء من التفصيل، نعرف امتى اتشكلت واعضاء هذه اللجنه. طيب هي اللجنه اتشكلت في افطار الاسره المصريه من سنتين، وده يعني ده اعاده تشكيل. كان في لجنه اولى اتشكلت بعد مؤتمر الشباب الاول في شرم الشيخ، واللجنه الاولى دي تم اعاده تشكيلها بعديها بحوالي 3 سنين، وتوسيع نطاق عملها عشان يخش في حبس الاحتياطي والغارمين والغارمات يخشوا في الموضوع. وهنا انا تقديري يعني وتحليلي للمشهد ان تم اعاده تشكيل وتفعيل اللجنه بعد اجراءات مهدت الطريق لعمل اللجنه من جديد. الاجراءات دي كانت تغيير بعض القوانين زي الغاء العمل بقانون الطوارئ، زي اصدار الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، زي تعديل قانون التظاهر، اعاده تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان. كل ده مهد الطريق لاعاده تشكيل وتفعيل لجنه العفو الرئاسي، وسهل عليها عملها بشكل كبير، وده اللي مخليها قادره الفتره دي تشتغل. لو يعني بعد ما اتخذت الخطوات دي والاجراءات دي فعلا ساعدتنا كتير ان احنا نقوم بدورنا يعني. طيب بالنسبه للاعضاء؟ الاعضاء هم الاستاذ كمال ابو عيطه، وهو محامي ووزير سابق، والاستاذ طارق العوضي محامي والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنه حقوق الانسان في البرلمان، والنائب طارق الخولي وكيل لجنه العلاقات الخارجيه، وانا كريم السقا. خمس اعضاء في اللجنه. طيب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية بإصدار قرار عفو رئاسي عن مجموعة من اللي كان محكوم عليهم أحكام نهائية، نقدر نقول إن ده تأكيد على إن الوطن يساع الجميع. صحيح. كل من لم تلطخ يديه بالدماء له مكان، ويتم مش عارفة بقى أقول إيه إعادة دمجه تاني في المجتمع من أول وجديد. صح. بالنسبة لعملية إعادة الدمج ده بعد إنساني وبعد مهم جدا، يعني هو الرئيس اللي طلب مننا ده في لجنة العفو الأولى في أول لقاء الجمعنا بيه، هو طلب مننا إن احنا نساعد الناس اللي بتخرج في إن هم يرجعوا لشغلهم ودراستهم، وكرر هذا الطلب في إعلانه عن لجنة العفو وإعادة تفعيلها، وأكد على عملية الدمج إن هي تبقى أحد المهام، وفعلا قمنا بده. وفي اطراف فاعله جدا معانا، بحيي يعني وبخص بالتحيه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، لان هي اعلنت عن لجنه رسميه لاعاده دمج المفرج عنهم بعفو رئاسي. وعمليه اعاده الدمج شغاله كويس الحمد لله، قادرين نوفر يعني عمل لمن فقد عمله، نساعد الناس ان هي ترجع وظائفها ودراستها. في عمليه يعني الدمج بيحصل بشكل شامل شويه،
بنحاول نعيد تقديمهم للمجتمع بشكل جديد او بشكل يعني يليق بيهم. وده يمكن حصل وكانت اكتر حاجه مهمه فيه، ويمكن الدوله هي اللي قامت بالدور ده بشكل كبير، وهو فكره ظهورهم المتميز جدا وبشكل يعني محترم في جلسات الحوار الوطني ومشاركتهم فيه. يمكن بنشوف ناس موجوده في تشكيل الامانه العامه واللجان تم الافراج عنهم بعفو رئاسي، فده أي تقديم للمجتمع للناس صحيح. دي ودي حاجه مهمه جدا، لان الناس اللي بتخرج بتبقى منبوذه شويه، فلما الدوله تعيد تقديمهم وتسمع ارائهم بشكل يعني في تقدير، ده بيخليهم شويه يندمجوا اكتر في المجتمع. يمكن تنسيق الشباب والاحزاب السياسيين بتقوم كمان بدور التاهيل النفسي، وده دور مهم. فيعني موضوع اعاده الدمج والتاهيل ده حاصل بشكل قوي، وده احد محاور فكره المعالجه الشامله لملف سجناء الراي والسجناء السياسيين. عظيم. قلنا ان اللجنه فيها 5 اشخاص، هل دايما في توافق ما بينكم على الاسماء، ولا ممكن مثلا يكون في اختلافات على اسمه في النهايه بنصل الى ان احنا نستقر لا هي دي القائمه بشكلها النهائي بالعدد مثلا وليكن 33 شخص؟ لا، هو التوافق طبعا، يعني هو طول الوقت اكيد بيحصل خلافات واختلافات، ولكن في استيعاب ليها، يعني الديمقراطيه بتحكم العمليه جدا، وفي نفس الوقت معرفتنا بالناس وتفاصيل كل حاله قدامنا بيسهل علينا ان احنا نستوعب هذه الخلافات يعني او الاختلافات. وكمان فكره ان احنا برضو بنستطلع راي الاجهزه الامنيه وجهات التحقيق، ده بيساعدنا كتير في ان الصوره تبقى واضحه قدامنا، وبنبذل مجهود كبير ان احنا نجمع كل المعلومات. احنا عايزين نفهم اكتر ونفهم الناس المجهود اللي بتعملوه عشان في الاخر نستقر على قيمه ونقدمها. المجهود اللي بنعمله، احنا بنستلم طبعا الطلبات، الطلبات دي بنقوم بعمليه يعني تنقيتها شويه، لان طبعا الناس بتبعت تكرار كتير في الموضوع. وبعد ده ما بيحصل بنبتدي نتعامل مع الحاله اللي قدامنا، بنستكمل المعلومات الخاصه بيها من زاويهم، من المحامي، من اي حد يعني ليه علاقه بالموضوع. تمام. ومن ثم بنبتدي نستطلع راي الاجهزه الامنيه، وبنفهم الحاله الامنيه لكل واحد، وبناء عليه بنستقر على القائمه وبنقدمها. اكيد. يمكن نقدر نقول الافراج عن بعض سجناء الراي في هذا القرار الجمهوري الاخير ده يمكن تعزيز لحريه الراي والتعبير. صحيح. وتعزيز للمشاركه المدنيه، وده اللي قائم واحد من اهم الدعائم اللي قائم عليها الجمهوريه الجديده. صحيح. وهو التوجه الذي بتتوجه اليه الدوله المصريه. طبعا، يعني زي ما قلت لحضرتك، هو الحقيقه اللي بيحصل مش بس في لجنه العفو وقرار الافراج، ولكن اللي بيحصل في السياسه في مصر مؤخرا يمكن من بدايه من افطار الاسره المصريه من سنتين اللي اتكلمت عنه وظهور الوجوه المعارضه فيه، ده شويه كانت بدايه جديده لمرحله بتتسم في الاساس بان احنا عايزين نرسخ مبادئ الديمقراطيه، عايزين الجمهوريه الجديده تبقى دوله ديمقراطيه حديثه قادره تستوعب كل الاراء، قادره تستفيد من كل العقول، قادرة تتعامل مع الاختلاف والخلاف بشكل ديمقراطي. كل ده بينعكس بقى في اجراءات بتتم على الارض. شفنا لجنه العفو والدور اللي بتقوم بيه عشان تلم، عشان يعني صفي ملف مهم لهذه العمليه، حاجه زي الحوار الوطني اللي قدرت تعزز شويه فكره الديمقراطيه التشاركية، ان اتخاذ القرار يحصل بالمشاركه مع اطراف المجتمع المختلفه، وان هي تشارك الناس في وضع رؤيه وترتيب اولويات العمل الوطني زي ما السيد رئيس الجمهوريه قال. وكمان اللي بيحصل في التعديلات اللي بتحصل بشكل عام في القوانين، في المؤسسات، في الكلام ده، الحقيقه كل ده بيؤكد ان في سعي فعلا لترسيخ الديمقراطيه كمحور اساسي وكقاعده اساسيه لجمهوريه جديده تتسع الجميع. يعني عظيم. انت بقى بشكل عام ايه رايك في الحوار الوطني؟ يعني الحوار الوطني بدا الناس يقعدوا على طاوله المفاوضات ويتكلموا، وكل حزب او كل شخص مشارك في هذا الحوار يطرح رايه ووجهه نظره في موضوع معين، في النهايه بترفع هذه التوصيات الى السيد الرئيس، والسيد الرئيس دايما عنده استجابه عاجله لبعض الامور زي الاشراف القضائي، شفناه على الانتخابات، شفنا برضو دي تعتبر من الاستجابات زي ما قلنا في بدايه هذا الحوار للحوار
الوطني. أهمية الاستجابة السريعة من سيادة الرئيس لهذه التوصيات وما يخرج من الحوار الوطني. خليني أقتبس مقولة يعني سيد الرئيس كان قالها في إحدى اللقاءات، وهي إن شراسة الهجمة تعكس مدى النجاح. الحقيقة كم الهجوم اللي تم على الحوار الوطني وكم المحاولات الفاشلة لإفشال هذا الحدث، يعني في الأساس هي بتعكس مدى نجاح العملية ومدى أهميتها ومدى خطورتها على بعض الأطراف اللي مش عايزين لمصر الخير وشوية بيسعوا يعني لتخريب أي حاجة ممكن تساهم في هذا التوجه يعني. وهنا لو بنتكلم على أهمية الحوار الوطني، الحوار الوطني قدر زي ما قلنا إن هو بالتدريج يخلق الثقة ما بين الأطراف جميعا، الجميع على مائدة واحدة بيناقش بكل حرية وبسقف مفتوح كل القضايا بشكل منظم بشكل يمكن ما حصلش في مصر قبل كده، واستجابة الدولة وإرادة الدولة في تنفيذ الحوار قبل استجابتها. يعني الحوار تم زي ما قلنا هجوم عليه، محاولات كتيرة لإفشاله، ولكن الدولة كانت مصرة وعندها إصرار قوي جدا إن هذا الحدث يتم وإن هذا الحدث يستوعب كل الآراء ويشارك فيه كل الآراء أيا كان وجودها في المشهد، يعني أقصى اليسار شاركه وأقصى اليمين شاركه. وهنا داخل أروقة الحوار وداخل الجلسات والجلسات الخاصة في مساحة ثقة ابتدت تنمو بشكل كبير جدا، وفضل قائمة على حاجات اتشافت، يعني قائمة على استجابات سريعة، قائمة على وجود نتائج يعني طبعا، وقائمة على استيعاب الموضوع، مش قائم على آراء بس يعني وحوارات. في ناس كانت داخلة بسقف أو لهجة شوية عالية تم استيعابهم، فابتدوا يحسوا إن إيه ده، لا ده في حاجة جديدة بتحصل. وجود الناس او يعني الشخصيات اللي كل التقدير والاحترام في المعارضه في المشهد الافتتاح او في الجلسات، ده ادى ثقه للناس ان هي تحس ان احنا نقدر نشارك بشكل جديد. وبعد كده يعني زي ما قلت لحضرتك ان احنا في الاستجابه نفسها والاصرار على اقامه الحوار ده كان حاجه مهمه جدا، وبنت الثقه، والثقه دي ابتدت تنمو جوه صحيح. الجلسات بشكل تدريجي. وجي الرئيس بقى بعد ما تم تسليم التوصيات من الأمانة العامة للحوار وسرعة تنفيذ بعض التوصيات. وعلى فكرة التوصيات مش بس كانت بالنسبة للجنة العفو أو يعني العفو الرئاسي وحقوق الإنسان، ولكن كمان امبارح كان في توصيات تم تنفيذها اقتصادية لتخفيف ارتفاع الأسعار، أعلن عنها السيد الرئيس ان هو وجه السيد رئيس الوزراء بده. فابتدى ده غير ان توجيه كل بقى حاجه للحكومه وللبرلمان، ده سرعه في الاستجابه والتنفيذ للقرارات اللي اتفق عليها الجميع، ده طبعا بشكل كبير بيؤكد ان الدوله فاتحه دراعاتها زي ما بيقولوا للجميع وعلى مسافه واحده من الجميع، ولا تقبل إلا بما يساهم في مصلحة هذا الوطن وما عليه توافق ديمقراطي. وفي نفس الوقت ده زي ما قلت لحضرتك ده بيفرض بقى مسؤولية على الأطراف الباقية. صحيح. الطريقة الفترة اللي جاية تبقى فيها شوية تكاتف، فيها إحساس بالمسؤولية وبالتقدير اللي حاصل، فيها تبادل المسؤولية والتقدير، فيها كمان حالة من إن إحنا نتعامل مع الأمور بعدم شخصنة للأمور. صحيح. بثقافة المؤسسات لا ثقافة الشخص. فيها كتير من إن إحنا بنرسخ فعلا قيم تقدم، الحوار أهمها، الاحترام لمخرجات هذا الحوار ثانيها، ثالثا زي ما قلنا إن إحنا بنخلق جمهورية جديدة، بنساهم في ان احنا الجمهوريه الجديده دي مش بس تبقى بتتسع الجميع وحد عاملها او يعني طرف واحد عاملها، لا الجميع يشارك في بنائها عشان صحيح. يحس المسؤوليه بعد كده ويحافظ عليها ويحميها. بكل تاكيد. وبما اننا بنتكلم عن الحوار لازم نقدم الشكر لكل اطراف المعارضه طبعا. اللي حضرت
هذا الحوار، واللي كانت في البدايه ما عندهاش ثقه، وكان في نوع من زعزعه الثقه بينها وبين الدوله، وكان في شكوك في البدايه، لكن مع الوقت ومع اثبات العكس من جانب الدوله، كل الشكر للمعارضه الحقيقيه اللي بالفعل قعدت على طاوله الحقيقه. الحوار كمان الوقت. الحوار كان ليه تاثير في رفع الوعي الجمعي شويه، في ناس اللي تابع يعني الحوار والتغطيه الرياضيه الاعلاميه هيلاقي ان في حاجات كتير كان ممكن يبقى فاهمها غلط وفهمها صحيح بشكل كويس. اكتملت الصوره عنده عن بعض الموضوعات، صح؟ اكتمال الصوره في بعض الحاجات كان مهم جدا ان هو يحصل عن طريق خبراء وعن طريق ناس مستقله شويه، مش منحازه للدوله او من الدوله. الخبراء اللي شاركوا لا وضحوا كتير من الحقائق، الافكار السياسيه اللي اطرحت كانت مهمه. ممكن يبقى في مساحات للاختلاف، بس لقينا مساحات كتيره قوي للتوافق والاتفاق والعمل الجمعي. الحوار انا تقديري ان هو هيستمر، هيبقى في حاجه مستدامه لان الحاله دي تفضل موجوده، ودي اهم حاجه ممكن تحصل. وفي نفس الوقت خلاص يعني في مشهد وفي تاكيد على هذا المشهد بان البلد مفتوحه لاي حد عايز يبني. طب اي حد عايز يساهم من كلامك علشان تفضل المشهد ده موجود ومسيطر، من يتم خروجهم في العفو الوطني لازم يبقى في العفو الرئاسي، عفوا، لازم يتم اعاده دمجهم في المجتمع علشان يقدروا يرجعوا اشغالهم ويرجعوا يشاركوا كمان مدنيا في الحوار الوطني وغيره، لانهم هيبقوا قادرين. واحنا بنطالب بقى من قوى المعارضه او يعني من جميع الاطراف الباقيه ان هي تساهم في عمليه اعاده الدمج، لان جزء مهم جدا من ده ان ده يرجع يشارك سياسيا، وان هم يساهموا في عمليه رفع مستوى المشاركه السياسيه بشكل عام. يعني الاحزاب لازم ترجع لدورها، الفرصه اللي موجوده واللي فعلا هي فرصه تاريخيه او حاله تاريخيه، مش فرصه قوي هي حاله لم تتم من قبل، هي اهم حاجه فيها ان في مساحه حقيقيه مخلوقه دلوقتي في السياسه المصريه، دي لازم يتم التعامل معاها بشكل يليق بالمساحة دي، ولازم جميع الأطراف تكون فاعلة بشكل يخدم مصالح الوطن وشكل يعزز الديمقراطية لا يقلل منها. يعني عظيم. أخيرا أستاذ كريم، كنا دايما بنسمع أن هذه القوائم بتصدر في مناسبات معينة سواء في العيد الصغير أو العيد الكبير، لكن احنا شايفين الفترة الأخيرة في بدون مناسبة بين القوائم. هل أنتم شغالين دلوقتي على قوائم؟ طبعا الوتيرة السريعة دي كمان ده زي ما قلنا ده بيعكس فعلا أن في إرادة حقيقية من جميع الأطراف أن هذا الملف يتم تصفيته بشكل نهائي. أكيد. كل الشكر ليك كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.